اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده وبرنامج بنت الاصول على شاشه قناه لوجوس. حلقتنا النهارده هي استكمال للحلقه السابقه، كنا بنتكلم فيها عن النرجسيه. عايزين نتكلم اكتر عن الشخصيات النرجسيه اللي احنا فعلا في علاقات ما بيننا وما بينهم وعايشين معاهم. هنتكلم كمان على مدخل مهم جدا وحاجه مهمه جدا، من اهم الصفات اللي موجوده في النرجسي، هو الانا العليا، وان هو بيحب نفسه جدا وعنده الانا عاليه قوي. يمكن بيختلط بينا الامر كبنات ربنا او بنات او ولاد اتربينا جوه الكنيسه في امور كتيره قوي، يمكن فكره ان احنا انكار الذات وبين تقدير الذات، حب النفس، الحاجات دي مفاهيم يمكن ابتدت تتعرف اكتر، فكره تقدير الذات ولازم يبقى عندك حب الذات. ولما نيجي نسمعها نقول هو احنا مش مفروض نبقى عندنا انكار ذات واخر الكل؟ الموضوع ده بيعمل لخبطه، يعني عمل كتير لخبطه للناس اللي اتربت جوه الكنيسه ومش فاهمين احنا المفروض نعمل ايه بالظبط. يمكن ده غلط مننا احنا، ان احنا فهمنا غلط او ما استلمناش الفكره دي صح، او على حسب ان احنا اللي اتعلمناه ما كانش قدامنا فرص كتير نفهم اكتر. النهارده هنفهم اكتر من قدسابونا، هيباركنا قدسابونا القمص لؤي عبد المسيح جرجس، كان كنيسه القديسه العذراء مريم وماري يوحنا الحبيب بيجاناكليس بالاسكندريه. وهيكون معايا برضو دكتور مينا جورجي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا معاكم، ابقوا معنا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. بيشرفني وبيباركني جدا يكون معانا قدسابونا القس لؤي عبد المسيح جرجس، كاهن كنيسه القديسه العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب بيجاناكليس بالاسكندريه. اهلا بقدسك معانا يا ابونا. اهلا بيك يا فل، وحشتينا. ربنا يخليك يا ابونا، تعيش وتباركني. انا مبسوطه جدا جدا ان قدسك موجود معايا النهارده، ويمكن لما حبيت اتكلم في الموضوع ده كان لازم ادور على حد من الاباء يعني يعمل لي كده التجميع، او يعني يكلمني في الجزء الروحي، وكمان يبقى عنده خبره في المشوره، لان الموضوع مهم جدا ان احنا نفهمه بالشكل ده. فانا مش مبسوطه جدا يا ابونا ان قدسك موجود معايا النهارده. يا رب يا رب يعني الحلقه النهارده والموضوع وكلمه قدسك فعلا تبقى سبب بركه وسبب خير لناس كتير. ابونا يعني انا اتكلمت الحلقه فاتت على النرجسيه، واتكلمنا على بعض الصفات النرجسيه، ويمكن من اهم الصفات اللي موجوده في الانسان في الشخصيه النرجسيه هي الانا العليا، او الانا، او التقدير الذات للذات. بس احنا بنتلخبط شويه ما بين فكره او معنى تقدير الذات والانا، هل هما الاثنين واحد ولا لا؟ ده اول سؤال ليا. بعد كده هندخل في الجزء الثاني، وهو اللي اتربينا عليه واحنا صغيرين ان احنا انكار الذات، وفي الكنيسه يعني لما اتربينا جوه الكنيسه اتعلمنا ان احنا ننكر ذاتنا وان احنا نبقى اخر الكل ونبقى الحاجات اتعلمناها. فده برضو محتاجه قدسك توضحولي اكتر، هل ان انا انكر ذاتي ان انا مبقاش مقدره ذاتي؟ محتاجه قدسك توضح لي كل ده يا ابونا بعد اذنك. اوكي. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. بص يا فولا، طبعا انا سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده، وربنا يدي نعمه ويدي حكمه ويدي وقت حلو، الروح القدس يدينا نعمه وبركه النهارده. الموضوع ده مهم فعلا، اشكرك عليه. عايز اقول لك انه بدأ زي بدء، يعني تحقيق الذات فضيله مسيحيه. يعني علشان انا احقق ذاتي ده هدف مهم جدا، وحاجه ربنا بيسعى فيها مع الانسان ان هو يقدر يعملها، ان انا احقق ذاتي. يعني ايه احقق ذاتي؟ احنا مع الاسف كتير بناخد مفهوم النسك والتواضع وبذل الذات، انكار الذات والصفوف الاخيره وكل الحاجات اللطيفه اللي بنقراها ديت في مثلا بستان الرهبان، او نقراها في تعاليمنا وفي اقوال ابائنا وكده، بنطبقها بشكل خاطئ جدا. احنا ما بنبقاش عارفين الجزء الاول من الحياه تم ازاي، وبننط مره واحده على الجزء الثاني اللي هو فضيله التواضع وانكار الذات. علشان انا هقدر اعمل انكار لذاتي الا لما احقق ذاتي. اللي ما حققش ذاتي وينكرها ازاي؟ يعني انسان
ما عملش في حياته حاجة خالص، ما قدرش، ما يعرفش إمكانياته، ما يعرفش يحقق حاجة، ما يقدرش يواجه، ما يقدرش يتعايش بذكاء اجتماعي في المجتمع، ما قدرش يوصل لحاجة معينة على أي مستوى، مستوى الحياة بتاعه، سواء المستوى الروحي أو النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي. هذا الإنسان ما تقدرش تقول له أنت ذاتك، هينك إيه؟ هو أصلاً ما حققش ذاته. فالمعادلة الأولانية، أنا مش هقدر أنكر ذاتي وأحقق فكرة التواضع دي والصفوف الأخيرة إلا لما فعلاً أقدر أحقق ذاتي. رب المجد يسوع أما قال عن نفسه لي سلطان أن أضعها، أكمل الجملة وأن لي سلطان أن أخرجها. خدي بالك من كلمة سلطان، سلطان يعني إقامة، يعني قوة، يعني تحقيق، يعني هو عنده القدرة والإرادة أن يضع ذاته، وعنده القوة والإرادة أن يأخذ ذاته، وهو اللي بيكيف ذاته دي حسب الموقف. دي النقطة المهمة الجوهرية جدا، إن إحنا لازم نفهم إن إحنا مش هنقدر نسلك في فضيلة التواضع بشكل صحيح إلا لما الواحد فعلا يكون وصل إلى قمة الهرم في تحقيق الذات. عارفة كان في زمان واحد عالم أمريكي، مش زمان قوي، هو الحقيقة في بداية القرن ال 19 يعني، وأظن توفى 1940 حاجه كده، كان عالم امريكي اسمه ابراهام ماسلو، راجل مشهور قوي، اللي هو عمل هرم ماسلو بتاع الاحتياجات بتاعه الانسان وتحقيقها والتدرج فيها. وماسلو قال انه انا في قاع الهرم بتاعي انا محتاج احقق احتياجات ليا هامه جدا للحياه، سماها احتياجات فسيولوجيه، اللي هي اني اكل كويس وانام واتنفس وانجب، يعني الحياه الجسديه على كل المستويات الفسيولوجيه، الاحتياجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. بعدها حط المرحله الثانيه، قال الامان، انا مش هقدر اعيش ودي الا ما يكون فيه امان، حاسس بالامان داخليا وخارجيا، انا محمي، امن، فاق فيها انمو وتطلع مواهبي واقدر اتعايش. وبعدين حط التقدير وحط الاحترام وحط، والاخر خالص قال تحقيق الذات في قمه الهرم. تحقيق الذات ده ان انا حققت كل مراحل الاحتياجات بتاعتي، سواء فيسيولوجيه او اجتماعيه او الحب والتقدير والامان النفسيه، وفي الاخر خالص خالص بقدر احقق ذاتي، بقى اكون انسان ناجح على كل المستويات العمليه والتعليميه والكنسيه والروحيه، حققت الغرض اللي ربنا خلقني ليه. لما حققت الغرض اللي ربنا خلقني ليه، ساعتها ليا سلطان انا اضعها وليا سلطان ان انا اخذها. انا فاهم امكانياتي، لكن انا امكانياتي دي بحطها تحت الرجلين عشان انا بحب اخويا وبخدم اخويا. امكانياتي دي انا بسخرها لخدمه اخويا، لكن انا اعرف امكانياتي دي كويس واحترمها واقدرها، وفي نفس الوقت انا عارفين يعني صوره الذات دي يقولوا كده عامله زي المرايات، في مراية مقعرة تبص فيها تلاقي نفسك أسد، في مراية محدبة تبص فيها تلاقي نفسك أسد، يعني الواحد يلاقي نفسه يعني فار، وفي مراية مستوية لما أبص فيها ألاقي نفسي بالصورة الحقيقية بتاعتي. صح. الناضج الواعي اللي فاهم اللي عارف بيقدر يمشي بالشكل المعتدل جدا وينجح ويكبر ويبقى عارف امتى يضع نفسه وامتى يأخذها، ما عندوش كبرياء، ما عندوش اضمحلال شخصية ولا ذوبان شخصية، لكن عنده شخصية سوية يعرف يتعامل فيها ويحيا فيها. طيب، يعني انا دلوقتي افهم ان انا يعني فهمت من قدسك حاجتين مهمين. اول حاجة ان انا مش عشان ابقى بنت ربنا ان انا ابقى عندي خذلان وابقى عندي ابقى اخد بقى الصفوف الاخيرة وابقى احس بالضعف وكده وابقى عاملة كده عشان انا بس بنت ربنا وابقى اخر حاجه. لا، انا عشان بنت ربنا انا المفروض ابقى قويه بما فيه الكفايه، المفروض ابقى حاسه بقيمتي ان انا بنت ربنا فعلا، وان انا على صورته وعلى مثاله، وان انا ليا قيمه
وقيمتي الحقيقيه فيه هو، وان انا كانسان فانا ليا قيمه برضو بالحاجات اللي ربنا حطها فيا، اي مواهب ربنا حطها فيا، اي حاجات حلوه ربنا حطها فيا، انا لازم اعرف القيمه دي واحددها، بس ابقى عارفاها مظبوط، لا اكتر ولا اقلل، صح كده؟ صح كده، لازم اعرف ذاتي كويس قوي، واعرف قيمتها واعرف عيوبها واعرف مزاياها، اعرف ربنا مديهولي. وانا لما بعرف مزاياي على فكره كل انا ببقى عارف ان دي نعمه من ربنا، ولو ربنا رفع ايده عني وشال لا سمح الله النعمه دي ماليش اي قيمه. يعني اي ميزه في اي انسان هي عن نعمه وعطيه من الله، في شكله في فكره في امكانياته في اي حاجه، دي نعمه وعطيه من الله، والانسان لازم ان هو يكون فاهم ده كويس قوي. فاكرين دول الزمان لما وقفوا ينادوا عليه من تحت يتملقوا يقولوا له هذا صوت اله ليس صوت انسان، فيقول انه فرح قوي بنفسه ولم يعطي مجدا لله، فضربه الدود ومات لانه لم يعطي مجدا لله، صدق انه هو صوت اله وليس انسان. لكن لا، يعني انا مالك، هو لو قال يعني ان كنت انا مالك ان كانوا شايفيني حاجه عادله فده من ربنا، وانا ماليش اي قيمه في الاصل، انا شايف تراب، ما كانش حصل اللي حصل، ما كانش حصل اللي حصل، طب لكن هو لم يكن مجد الله، فدي دي الكارثه يعني. طيب خليني ندخل يا ابونا بالنقطه دي برضو في حته العلاقات. يعني انا مثلا لو زوجه وتربيت جوه الكنيسه وتربيت ان انا مفروض يبقى عندي قدر كافي من الاحترام لجوزي وابقى ابديه عني، لدرجه يا ابونا انا فاكره كويس قوي 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 ان في احد الاباء كان بيعلمنا واحنا صغيرين ان احنا لما نيجي ناكل الاكل ما ناخدش احسن حاجه، يعني لو في عيش ما ندورش على احلى حاجه ناكلها، ناخد المحروق. يمكن احنا كبرنا بالفكر دوت، لما احنا مثلا نيجي ما نحاولش احنا نقعد الاول في اول حاجه، لا يعني تلاقينا مثلا ايه متعودين نقعد ورا الاول، بعد كده لو في مكان نيجي قدام اوكي ما فيش مشكله، اتعودنا على المبادئ دي واحنا صغيره. بس لما نيجي نتعامل معاها مثلا مع زوج نرجسي او زوج يعني عنده قدره ان هو يستغل البساطه والمحبه والحاجات القيمه جدا اللي اتعلمها في الكنيسه على انه ضعف، فده بيوصلنا لمشاكل كتيره جدا وبيعمل حز كده في النفس، يعني بيوجع قوي. انا محتاجه قدسك برضو تكلمني عن النقطه دي، لان احنا صدقني يا ابونا انا متاكده ان بنات كتير قوي من بنات ربنا وبنات الكنيسه تعرضوا لده، في نفس الوقت برضو في من ولاد ربنا والناس اللي ماشيه بمبدا انا عشان ابن ربنا انا مش هزعل حد، انا لا انا خليني خلاص سامحيها خلاص مش عارف ايه، ده يعني ما عرفناش نعمل البالانس الصح ما بين ان احنا مفروض فاهمين احنا ايه وما بين ان احنا نتعامل ازاي. دي حقيقه يا فل، اشكرك طبعا. يعني اول حاجه لازم يعني اكون فاكر كويس قوي بولس الرسول لما قال ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. يعني فكرة انه يعني ارضى بالذل يعني او ارضى بالمهانة او ارضى بالتسخير مني او التحقير مني او الاقلال من شأني ده شيء مرفوض تماما، يعني يجب على الزوجة انها لا تقبل هذا اطلاقا. يعني احنا عندنا يقول في من ضمن يعني ورش العمل اللي بنعملها في مركز المشورة ورشة اسمها توكيد الذات. توكيد الذات يعني ايه؟ توكيد الذات يعني اقدر اواجه ازاي؟ اقدر انت اقول لا واقدر انت اقول انا موافق، اقدر امتى انسحب واقدر امتى اواجه. توكيد الذات مواقف كتير قوي بنتورط فيها لانه انا بقدر اقول لا خجلا او خوفا او فكر ان انا بعمل برضي ربنا او ان انا بنت ربنا فانا او برضي ربنا، يعني ممكن ما اقدرش اقول لا ما اقولش لا عشان انا عشان الكنيسه بتقول لي ما تقوليش لا، عشان اتعلمت وانا صغيره ما اقولش لا. بالظبط، لا ده كله مش صح. احنا المفروض في ثلاث مستويات بنحطهم قدام عينينا في كل تصرفاتنا، لازم يكونوا موجودين عندي المستويات دي علشان اقدر اتصرف فيهم واتحرك فيهم بشكل صح. على المستوى الفكري لازم يكون في ثقه في نفسي. بمعنى ايه؟ بمعنى اني افكاري ايه عن نفسي؟ الحوار الداخلي اللي بيني وبين نفسي ايه؟ انا قليل ولا فاشل
ولا عندي عيوب قد ايه، ولا عندي مشاكل ايه، ولا ما بعرفش، ولا انا عارف امكانياتي وعارف حدودي وعارف كل حاجه. فكرتي عن نفسي دي يسموها الثقه بالذات. كل ما كان الواحد فكرته عن نفسه صحيحه، كل ما كان عنده ثقه في نفسه. تمام على المستوى المشاعر، انا راضي عن نفسي بقى ولا لا، انا بحب نفسي ولا لا. حب النفس بالمعنى اللي قاله المسيح، انك انت تحب قريبك كنفسك، يعني تبقى راضي عن نفسك. حب نفسك يعني تبقى راضي عن نفسك، ما انتش كاره نفسك. فده على مستوى المشاعر، يبقى فيه رضا عن النفس وحب النفس. وعلى مستوى السلوك، الاراده بتاعتي هي دي قصه توقيت الذات، ان انا ازاي اقدر اواجه. لو انا ما عنديش ثقه في نفسي، لو انا مش راضي عن نفسي، لو انا مش بقدر اواجه ومش بقدر اسلك بصحيح، بالتاكيد هيكون في فشل كتير جدا في حياتي، ويكون في خطأ جدا جدا في حياتي. وايه المشكله ان احنا نقعد ونتفاهم؟ وايه المشكله لما في مشكله ما بيني وما بين زوجي، وهو شايف فيا عيوب كتير وفيا مشاكل كتير وشايف فيا حاجات وحشه كتير، اقول له طب تعالى نتفاهم. ليس الرجل من دون المراه، ولا المراه من دون الرجل. يعني المفروض ان احنا في فكرنا وفي عقلنا وفي ذكائنا احنا واحد. يعني هي المراه، ما حتى ما درسناش في الطب ان مخ المرأة بينقصوا حاجة يعني عن مخ الراجل خالص، ولا في الوزن ولا في الحجم حتى. فنقعد نتفاهم ونتفق ونناقش واخد وادي مع جوزي، ونوصل لحل بتواضع وحب. يعني دايما أي مناقشة أو أي جدال أو أي حوار ما بين الزوجين، ما كانش فيه الاتنين دول مش التواضع والحب. التواضع يعني إيه؟ يعني انا مش قصدي اعدل عليك في الكلام، لا صدقني انت ساعات يعني كتير برايك بيكون احسن مني وانا بقتنع بده. ده تواضع وبحب، احنا واحد، احنا بنناقش القضيه عشان نوصل لاحسن الحلول، وانت عارف يعني انا بحبك قد ايه وبحب رايك قد ايه. التواضع والحب فرشه الجهه اللي انت عايزاه. تمام. لكن الاستعلاء والعلم والمخ اللي عاجبني واللي انا شايفه اللي قدامي سوري يعني غبي ومش ذكي، و ده ما بيدنيش خالص فرشه ومساحه، وده اللي بيقفل الدنيا وده اللي بيبوظ الدنيا. طيب بيسموها حجار السد الطريق يعني ده. طب قدسك من خلال برضو المشورة، من خلال قدسك الجلسات المشورة وعلم المشورة عموما، يعني أكيد بتتعاملوا مع شخصيات، ويعني لما بتسمعوا مشاكل كده اكيد برضو بتحطوا كده بنود، اه ده شكله شخصية كذا، لا ده شخصية كذا. لما بيطلع بقى معاكم ان ده احد الاطراف شخصية نرجسية، وانتوا بتأكدوا ان هو شخصية نرجسية، قدسك ايه اهم النصايح اللي بتنصحها للاخر اللي هو جاي؟ اكيد طبعا النرجسي هو مش بيجي يشتكي انه يقول انا نرجسي، بس هو التاني المتضرر او الضحية هي اللي بتيجي تشتكي وتقول، هي ممكن حتى ما بيبقاش عارفين ان هو ليه الشخصية دي عندي، هو بيعمل واحد اتنين تلاتة. قدسك بقى بتنصحهم بإيه؟ بتنصحهم بإيه قدام كل المشاكل اللي بيطرحوها قدامكم وكل التعب اللي بيطرحوه قدامكم؟ بصي، هو انا لازم افرق ما بين حاجتين. افرق بين انه انسان سوي لكن له بعض الصفات مش لطيفه، يعني له السمه او الصفه النرجسيه اللي بتلون جزء من شخصيته. ده ده بننصح وبنتكلم ونعمل. وفي انسان في اضطراب شخصيه نرجسيه، يعني اصبحت النرجسيه مرض في حياته، ده صعب التعامل معاه بنتي جدا، وصعب ارضائه جدا. دي شخصيه مرضيه تحتاج علاج دوائي وتحتاج طبيب نفسي. لكن اللي عنده السمه النرجسيه، خلينا في دي، يعني اللي هي اغلب الحالات بيكون فيها، يعني معتز بنفسه شويه، شايف نفسه اكتر واحد بيفهم شويه شويه، يعني لمحه كده، صبغه صغيره كده. ده التعامل معاه مش الخضوع ولا القنوع، لان ده بيخدم على الشخصيه النرجسيه، ولا المواجهه بشكل حاد، بحيث انه يعني تستثيريه اكتر وتخلي الحته دي تعلى فيه اكتر. هي الموضوع عايز توازن. الموضوع طبعا عايز حب، يعني لازم بحب الشخص اللي قدامي ده جدا، وعارف العيب اللي عنده النرجسي ده، اللمحه النرجسيه دي. ودي على فكره حاجات بتثبت في الشخصيه من الصغر، يعني الشخصيه دي بتتكون لحد 18 سنه، بتثبت الشخصيه من 18 سنه. فهو مع الاسف في سن المراهقه، في سن البحث عن الهويه،
اتكونت لسبب او لاخر الشخصيه النرجسيه دي او السمه النرجسيه اللي موجوده عنده دي. الحب والتعامل بتوازن ما بين الحزم والخضوع ده يخليني اقدر اتعامل معاه، يعني مش دايما هوافقه وهقول له اه وحاضر ولا انت فعلا بتفهم اكتر مني، انت ما حدش بيفهم زيك عشان اتقي شرك. ولا في نفس الوقت هقف قدامه واقول له انت انسان مريض، انت انسان نرجسي، انت انسان ما اعرفش ايه، لا ده هينفع ولا ده هينفع، ولا ده هيعالج ولا ده هيعالج، لكن لازم يكون في توازن. عارف يعني مع اسف التعبير انا في ضرب ولاد. يعني مر عليها كده ببساطه، وانا يعني وانا برضو بقول يعني انا مش موافق قوي لكن عشان انا بحبك اوكي نعديها. ومره اقول له لا انا مش موافق خالص، الكلام ده مش يعني مش منطقي خالص وكده، طب تعالى نفكر في حل تاني وهكذا. يعني لازم يكون في مساحه من المرونه رايح جاي فيها، بحيث ان انا لا اكون خاضع تماما ولا اكون متمرد تماما عشان اقدر اتعامل معه. ده في حالات لما تبقى سمه، لكن لو تجلى واضطراب او كده ربنا بقى يرحمنا، يعني قصه تانيه. طب ابونا، يمكن من احد الصفات اللي بتميز الشخص النرجسي، لو هو فعلا نرجسي يعني خلاص انا كاننا شخصناه نرجسي، ان هو بيشهر بالاخر، بيبقى سهل عليه ان هو يشهر بالاخر، يعني دايما طول الوقت بيطلع الاخر ده ما بيفهمش، طول الوقت بيطلع الاخر ده مقصر طول الوقت. لو انا بقى في حياتي الزوج ده، الزوج اللي بيشهر بيا، لان للاسف الشديد دوت واقع في الحياه، ودي مشاكل حقيقيه بنشوفها. يعني بشوف ستات كتيره جدا ممكن تبقى عايشه عادي واه متحملاه وكل حاجه، تلاقيه مثلا بيسجل لها مكالمات، تلاقيه مثلا مصور البيت وهو مكركب ويروح يديه لابونا يقول له بص هي مهمله معايا ازاي، تلاقيه ما الحاجات دي بتوجع قوي، بتوجع جدا وبتألم جدا، فكرة ان انا ابقى عايشة مع حد وانا مش حاسة بالامان، يعني فجأة الاقيه يعني بيعمل، مش حاسة ان انا على راحتي، ان انا حسيت ان انا اتخنت، ده نوع من انواع الخيانة. قدسك بتتعاملوا ازاي في المواقف دي يا ابونا، يعني بشكل لا خاص؟ بصي، كل اللي انت بتقوليه ده تدخل في اضطراب شخصيه نرجسيه. تمام، يعني شهر بمراته اللي بيصورها، اللي بيتعامل بالاتهام بالخيانه، لا ده مرض بقى، احنا دخلنا هنا في اضطراب مرضي. تمام، وده لازم علاج دوائي لدكتور نفسي، لا يمكن التعامل معاه بالمشوره. يعني على فكره المشوره يعني مهمه قوي ان انا افهم ان المشوره للاسوياء. الشخصيه السويه هي يعني الوحيده. نقدر نقول يا ابونا ان المشوره هي، لان انا سمعت برضو المصطلح ده كتير، اللي هو التعديل السلوكي، يعني ده بيساعد على تعديل السلوك. والانسان سوي. اه حلو قوي يعني برضو النقطه دي اللي قلتك وضحتها انا لي، وانت عارفين قدراتنا وعارفين امكانياتنا وعارفين ضعفاتنا وعندنا وقبلنا. استعداد ان احنا نصلح من نفسنا. هسمعك وتسمعيني واقول لك معاك حق يا فله، وتقولي لي اه يا ابونا فعلا ما اعرفش ايه، طب لو ايه. الشخصيه السويه. لكن الشخصيه المرضيه لا، ما ينفعش معاها مشهوره. لازم يكون معايا دكتور نفساني يعالج علاج دوائي ويتابع معايا، وانا اكمل اخدم عليه، هو يقول لي بقى هحتاجك في الحته دي تشتغل عليها، هحتاجك في الحته دي، واخد بالك؟ لكن ده مع وجود طبيب نفسي ووجود دواء في نفس الوقت عشان نقدر نحكم الشخصيه دي. لكن لو واحد مشوره للاسئله. نفسي بس ابونا كمان اكد على ان الزوجات في حته الخضوع والخنوع اللي بيبقى بعضنا بيعيشها برضو، فكره ان انت تتحملي دوت، هو مش انت بس اللي بتتحمليه وبيضغط عليكي وبعد كده بيأدي بيكي الانفجار، هو بيأذي اولادنا بعد كده، لان التحمل الشديد وان احنا نعدي الحاجات دي بحجه ان احنا عايزين نحافظ على البيت بتأذي اولادنا فيما بعد، لان يعني احنا حياتنا برضو سمعة، وحياتنا مرتبطة بالناس وبالعلاقات، فلما بيوصل مثلا ان الزوج اللي احنا عايشين او الاب اللي عايش في البيت ده وبيشهر بالام دي، او العكس الام هي اللي بتشهر بالاب، اكيد ده بيأثر في ولادنا. فانا عايزة الفت نظر بس الامهات، ركزوا شوية في فكرة لو لقيتوا حاجة زي كده حاولوا تعالجوها، ما تعدوهاش، عالجي ما تعديش. هقول لك موقفين يا فله. في سفر الاعمال للقديس بولس الرسول،
تحط فيهم. في أعمال 16 لما راحوا اتسجن هو وسيلة في سجن فيليبي، وبعدين بعد ما ضربوهم وبهدلوهم وكده، وبعدين اتفتح السجن بالليل والحارس آمن، عارف أنت القصة ديت. وبعدين جه أمر الصبح قالوا خلاص خرجوهم من السجن وخلاص. فيقول كده سفر الأعمال، يقول إن بولس الرسول قال كده: ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، فالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجوننا. هم اللي لازم يجوا، ما ضربونا قدام الناس كلها وبعدين جايين في السر يقولوا لنا خلاص انتوا براءة اطلعوا. لا، ده هم لازم يجوا قدام الناس كلهم ويقولوا انتوا براءة اتفضلوا تطلعوا. فيقول ان هم خزيوا جدا وقعدوا يصالحوا فيهم يعني لحد ما مشي. طب انت يا بولس المفروض انك انت راجل السجان افرح مجرد ما قال لك يلا اطلع، خلاص تطلع تجري وطايف. قال لا، انا مش طالع. يجوا ايه؟ ويتاسفوا ويقولوا احنا كنا غلطانين فعلا زي ما عملوا كده قدام كل الناس عشان اقدر اطلع. دي مره. المره بقى اللي بعدها في اعمال 22 برضو لما جابوه ومددوه علشان يضربوه يجلدوه يعني للسياط، فقال لقائد المائة الواقف قال له: وانت ما انتش عارف ان انا اصلا روماني، هيجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فيقول كده ان الراجل الروماني خزي جدا برضه وراح قال للملك، قال له الحق ده الراجل طلع روماني وكده. فحته توكيد الذات ديت قدام اي انسان ايا كان، يعني بولس في اعمال 16 في سجن فيليبي راجل مسجون واتضرب علقه جامده قوي، فالمفروض انه يصدق يجري بجلده يعني زي ما بيقولوا، لكن وقف وقال ازاي يا جماعه؟ ده احنا ضربنا واتهنا قدام الناس كلها، يجوا قدام الناس كلها، طب فين التواضع يا بولس؟ يا اخي ده انت ضربت عشان المسيح، يعني انت ما كنتش بتحسب نفسك انك يعني غير مستاهل انك تهان من اجل المسيح؟ دي نقره ودي نقره. اتهان من اجل المسيح لكن حته انه يعني يدوس علينا بالطريقه ديت ويمشي في الخطا بالطريقه دي مش صح. ده اللي انا عايز اقوله للزوجات. الحب والعطاء والغفران شيء جميل جدا ورائع ولا يختلف عليه الاثنين، لكن القهر والذل والاتهام الباطل والتحقير لا يقبله احد. يعني قدام العطاء والحب والغفران لازم يكون فيه الحب من الطرف الاخر. عشان كده احنا بنوصيهم في زي ما وصاهم بولس الرسول في افسس 5 لما بيقول للرجل انه يحب امراته كما اب حب المسيح الكنيسه وبذل نفسه من اجلها. لما كنتش هتحب مش هتخضع. كان بيقول للست انها تخضع، بيقول للراجل انه يحب. وخضوع المراه الرجل محب سهل جدا. هل ممكن الست تخضع لرجل لا يحبها، يشهر بيها، يتهمها بالخيانه زي ما انت بتقولي مثلا مثل، او بيقول عليها واحده غبيه او ما بتفهمش او مش عارف ايه او الاتهامات الكثيره قوي دي؟ لا، مش هينفع. فهمت؟ فانا ارجو كل الستات، وعلى فكره برضو حته الانعكاس على الاولاد دي اشكرك عليها. انا اعرف يعني واحده ست عاشت عمرها كله في الخضوع والخنوع ده واللي انت بتقولي عليه ده. النهارده اولادها لما كبروا لا تتخيلي قلبين على امهم قد ايه، بيقولوا لها انت السبب في اللي حصل لنا، يعني ايش قال يا فرعون ايه فرعانك؟ ها؟ يعني من كتر ما انتوا يعني بتسجدي له، انت اللي عملتي فينا كده، انت اللي خليتي ما حدش فينا بيقدر يتكلم ولا يقول رايه ولا ينطق. حكم الاراؤوش اللي احنا عشنا فيه السنين ده كلها بسببك انت، بسبب خنوعك. هي عيني عملت كل ده علشان البيت يمشي. تمشي. لكن مع الاسف الحصاد كان سيء جدا، ما كسبتش محبه الولاد. الولاد بصوا لها بصه وحشه قوي، بتقول انت السبب، كنت السبب في ضعف شخصيتنا في الحال اللي احنا وصلنا له. فاوعى تفتكر يا ماما بخنوعك وبضعفك، مش بقول بولع الدنيا يعني، لكن الخنوع الوحش قوي اللي بنشوف فيه فعلا حالات وحشه قوي كتير قوي. عايز اقول لك يعني سامحيني هقول لك حاجه صغيره قوي بس معلش، يعني اعرف حد مع الاسف وانسانه متعلمه ومعها بكالوريوس ووظيفه كويسه. هل تتخيلي ان الانسانه دي كانت متخيله انه طبيعي جدا ان الراجل يضرب مراته؟
يعني قاعده بتحكي مره في الشغل كده مع زمايلها، فمش عارف بيقولوا واحده يعني بتحكي انه امبارح جوزها اتخانقوا مع بعض وجه يمد ايده عليها مش عارف عملت ايه، فاستغربت جدا وقالت لها ايه ده معقوله؟ قالت لها ايه اللي معقول؟ قالت لها مش طبيعي ان الراجل يضرب مراته؟ تخيلي يعني عاشت يعني الست دي متجوزه ومخلفه، عاشت سنين عمرها تنضرب وعادي خالص انها بتنضرب، ده طبيعي ان الراجل يضرب مراته. الى هذا الحد ضد الثقافه يعني والقنوع والضعف، لدرجه انه والتربيه والتثقيف بتاعنا يوصل لانه الواحد يفتكر ان الضرب حاجه طبيعيه. عشان هي اكيد طالعه من البيت يا ابونا مامتها كانت بتتضرب عادي قدامها، المهنة فما دي يا بنتي نفس المهنة دي بعد غالبا الأسف، يعني غالبا هي طالعه من البيت ده دي نفس للاسف. المهنة دي. فطبعا محتاجين كل الأمور دي تتعدل ويبقى البيت فعلا بيت مسيحي، بيت المذبح العائلي، بيت التسبيح. فين بقى ده من الآية الجميلة اللي بيقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس مثل حصارة روحانية بمسامير وتسابيح وترانيم الليل كله. فين من ده؟ الليل والنهار كله. هؤلاء بيتكلم على مين؟ على بابا وماما دول اللي ألفهم الروح القدس وخلاهم قاعدين يسبحوا ويرتلوا مع بعض زي خسارة بتعزف أجمل حاجة. فين ده؟ عارف ابونا يمكن من كلام قدسك برضو الفكره ان احنا يعني محتاجين حكمه وافراز، يعني دايما دايما نطلب الحكمه، لان الحكمه اللي احنا نفهم العظه اللي بتتقال لنا صح. يعني لما ابونا يقول لنا استحملي يا بنتي لا ربنا، ابونا يقول لي مغفره، اعرف اه انا لازم اغفر، بس اغفر ازاي واعمل ازاي دوت وازاي طبعا انا الغفران ليه قواعد، لا الغفران ليه قواعد، الغفران مش امتهان للكرامة. ايوه هي دي الفكره. احنا بقينا احنا للاسف يا ابونا عندنا خلط في المفاهيم وخلط في حاجات كتيره جدا، دي اللي مخليانا مش عايشين صح. احنا لو عايشين صح وزي ما الكتاب بيقول لنا هنبقى مبسوطين، هنبقى حياتنا حلوه. يعني لو عرفنا قيمتنا وعرفنا حياتنا اللي ربنا رسمها لنا صح ونفذنا الوصيه صح، عمرنا ما هنبقى زعلانين ولا هنبقى تعبانين. بس احنا للاسف يعني بنستلم غلط، او احنا نفسنا بنفهم غلط بنطبق غلط، هو دي المشكلة فينا احنا. ساعات بننبهر بنهايات الامور يعني وبنحاول نطبقها من غير ما نمشي الطريق. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا بحب قوي قوي الراهب اللي بيعمل 100 مطانية، بحب قوي قوي ابونا ولا الراجل ده اللي بيصوم كل يوم للساعة 6 بعد الظهر، بحب قوي ما اعرفش ايه. طب حبيبي دي نهايات، دي مش بدايات. انا ما ينفعش ان انا ابتدي بان اعمل 100 مطانيه وان انا اصوم للساعه 6 وان انا ما اعرفش ايه، لا ابتدي ان انا اصوم لساني، ابتدي ان انا اصوم حواسي وادربها واخلي بالي منها، ابتدي ان انا يعني احب اخويا واحب زوجتي واحب اولادي، وبعد كده بتدرب وانا بعمل ده بتدرب 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 وبصوم مع في البص ده بوصل للاخر زي ما اوصل. لكن مش الهدف ان انا اوصل للنهايات اللي احنا بنقول عليها ديت، ان انا امتهن كرامتي واغفر وان هو الانجيل قال لي تغفر. تمام. يعني حاجات كتير قوي زي ما انت بتقولي، اخطاء كتيره جدا وحشه قوي قوي خدنا الحته الاخرانيه اللي منوره شويه واعتبرناها هي دي الهدف وطبقناها بشكل فارغ. صح ابونا، انا يعني عاجزه عن شكرك النهارده عن وجود قدسك معايا. اتمنى قدسك تكون موجود معايا في حلقات قادمه. بشكر قدسك جدا على وقتك، وبشكر جدا قدسك على وجودك معايا وعلى بركتك يا ابونا. بركة كبيرة ليا، أشكرك وأتمنى لكل الأسر يا رب حياة حلوة في المسيح، بيت فعلا صلاة، بيت طهارة، بيت بركة، بيت خضوع لبعض، بيت محبة حقيقية. يعني ما أجمل بابا وماما الملائكة اللي في البيت والولاد حواليهم حاسين بيهم، مثال حلو جدا فعلا. يعني خلينا نبص لأبونا إبراهيم ومنى سارة ورفق، نبص الناس الحلوين البيوت الجميلة بتاعت زمان ديت خالص، ونعيش مخافة ربنا حياتكم بس خالص. ويعني أشكرك على الوقت اللطيف اللي أنا قضيته معاكم. اشكرك جدا يا ابونا قدس ابونا القس لوقا عبد المسيح جرجس، كان كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس. بشكرك شكرا جزيلا يا ابونا. نعم أشكرك، سلام الرب معكم. اشكرك يا ابونا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، ابقوا معنا.
مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. بيشرفني جدا يكون معانا دكتور مينا جورجي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك معانا دكتور. احنا يعني الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن النرجسي واتكلمنا عن الشخصيه النرجسيه، اتكلمنا عليها بشكل عام. النهارده بقى عايزه اتكلم عن النرجسي يعني شخصيه شخصيه، يعني حد يعني علاقه في حياتنا، يعني النرجسي الحبيب مثلا. الصفات اللي بتبقى موجوده في النرجسي الحبيب، ويمكن بيقولوا ان النرجسي الحبيب من اسهل الناس اللي هي بتعذب طبعا الضحيه بتاعتها او في العلاقه الطرف الاخر، بيبقى سهل عليها قوي ان هي تمشي في اي وقت، بيبقى سهل عليها ان هي تتخلى في اي وقت. محتاجه تكلمي عن النقطه دي وتكلمي عن اهم الصفات في الحبيب النرجسي وازاي نقدر نتعامل معاها. هو مفيش حبيب نرجسي، لان النرجسي ما بيحبش فلا بيتحب. لكن يعني تقصدي مثلا المرتبط او الخطيب او لا، انا الزوج قصدي النرجسي. انا افرض ان انا دلوقتي وقعت في علاقه وحبيت حد. طبعا انا السيرش في الموضوع ده بالذات وعن الشخصيه دي بالذات، لقيت ان الشخصيه النرجسيه هي شخصيه جذابه جدا، وبتعرف تفرد شباكها على الضحيه صح، يعني بتعرف ترسم نفسها صح. عايزه اقول برضو عشان ابقى قريبه قوي من الناس ويعني ابقى بتكلم بطريقتهم، ان البنات مثلا بتحب مثلا الراجل اللي هو واثق في نفسه، اللي عنده شخصيه، اللي عنده كاريزما، اللي عنده ده جزء كبير منه موجود في النرجسي. فبيخلي البنت مثلا، لو انا بتكلم عن البنت، بتحبه جدا وبتتعلق بيه جدا، بيفرض في الاول ان هو بيديها كتير قوي قوي قوي، بيحسسها ان هي هتعيش في احلى حاجه في الدنيا، وبعد كده يعني لغايه ما بيتاكد ان هي بقت فعلا ملكه، بيبتدي بقى يتعامل معاها بالطبيعه بتاعته وبالنرجسيه بتاعته صح. هو ده قصدي ان احنا فعلا اوقات كتير البنات يعني بيبان من الاول بعض الصفات في الشخص، انه يبان ان هو مؤذي يعني. طبعا كل الناس في بدايه العلاقه كله بيقرب جدا، وكله في الاول بيظهر كل ما هو جميل وجيد ومضحي، وفي اول ست شهور في العلاقه ما نقدرش نحكم عليها خالص، لان عاده في اول ست شهور بيبقى حاجات كتيره قوي مش حقيقيه، حاجات كتيره قوي مش واقعيه، وده بيخلي اي علاقه بتبقى في الاول الحكم عليها صعب في اول ست شهور. عشان كده بننصح ان الخطوبه تكون اكتر من ست شهور او سنه على الاقل. لكن النرجسي بيبتدي يبان بعد كده انه بيبتدي يسيطر بشكل ناعم، يعني بيبتدي يقول احكام للشخص اللي قدامه ويحكم فيه ويسيطر عليه ويملكه. ولكن الشخص التاني لو هو مش عارف هو مين وابتدى يتهذف صورته، وابتدى يعني كنت امبارح بتكلم مع بنت، مع اول اسبوعين ثلاثه في العلاقه ابتدى يعلق على الانجليش بتاعها، ابتدى يعلق على اللغه بتاعتها. وهما لسه ما اتخطبوش او حاجه يعني. وبعد كده البنت فوجئت ان هو عنده عقد نقص كبيره جدا وشديده جدا، هو ما كانش نرجسي، ولكن دي صفات نرجسيه، ان انا ابتدي اعلق وابتدي احقر وابتدي امسك نقاط الضعف اللي قدامي وابتدي اقلل منها في نفس الهور. عاده الشخص الاول اللي العادي من الاول بيبان بطبيعته، لكن الشخص النرجسي ممكن في الاول بمزاجه او غصب عنه يبتدي يقرب جدا ويبقى ناعم جدا ويبقى حنين جدا ويبقى طيب جدا ويقدم قبول. لما بيقدم قبول في الاول بعد كده لما بيقول حاجات وحشه بقبلها منه، لان هو قدم لي قبول في الاول. بعد كده ببتدي انا افكر طب ايه اللي خلاني انا يعني اصدقه في الاول، لان احنا ودايما نقول كده علشان دايما ما تقعش فريسه للشخص النرجسي، محتاج ان انت تكون داخل وانت شبعان حب، ما تدخلش جعانه، ما تدخلش علاقه على بطن فاضيه، ما تدخلش وانت جعان حب، ما تدخلش وانت فاضي من جواك، ما تدخلش وانت فقير من الحب من جواك، لان اول لما بتدخل وانت جعان بتمتص كل يعني زي ما يقولوا دايما لما تبقى صايم جدا انقطاعي، ما تاكلش مره واحده اكله فيها سكر، لان انت لما بتاكل اكل فيها سكر الجسم بيمتص السكر بشكل عنيف وبيحصل جش في انسولين، بيحصل هجوم من الانسولين، والهجوم الانسولين ده بيجوعك اكتر.
ففي العلاقه النرجسيه او في العلاقه مع شخص نرجسي، لما بتدخل وانت جعان، الشخص النرجسي بيقدم لك حب كتير، ما بيقدم لك حب كتير قوي انت بتتعامل، بعد كده هيقول لك اي حاجه هتصدقها، اي حاجه وحشه حلوه هتصدقها، فغالبا النرجسي بيفرش لك في الاول فرشه حلوه، ودايما يقول لك حاجات حلوه عن نفسك، وبعد كده يروح لبك بالايه؟ بالكلام الوحش اللي انت هو بيبقى عارفك كويس قوي حفظك، لان لما قدم لك حب شديد انت قدمت له كل نفسك، كشفت له نفسك وعريت له كل شخصيتك، لما هو شخصيتك اتعرت قدامه ابتدى يخبط فيك جامد، ولان ليه تاريخ كبير من الحب وليه تاريخ كبير من الـ من الـ من الـ من الرعايه ما قدرناش نسيطر عليه. زي بالظبط الناس برضو ياخد شكل خادم ويقرب من المخدوم جدا ويقدم له رعايه ويقف جنبه في قصر اوقات صعبه جدا جدا، وبعدين يبتدي يقول له اي حاجه هيرضى بيها اي حاجه هيقبلها. يعني فدي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الشخص، ان انا اقدم له رعايه اقدم له حب فبقى كاسر عينه وكاسر مشاعره وكاسر قلبه، بعد كده هقول له اي حاجه وحشه عنه هيصدقها. دي طريقه من طرق الشخص النرجسي ان هو يلعب بالطريقه دي، انه يقدم حب كتير يقدم رعايه كتيره وبعدين يخبط بحاجات وحشه كتير فتبتدي تصدق. محتاج ان انت ما تدخلش على بطن فاضيه. تاني حاجه ان انت تبقى عارف نفسك كويس ويبقى عندك افراز وحكمه، اذا كنت تعرف الشخص ده بيقول لي شخص متعب جدا خدها وابني نفسي ولا دايما بتهدني، هو طول الوقت عايزني مهدود ولا يقدر يبنيني. في واحد ممكن يقول لي سلبيات بشكل عنيف لكن يبقى بيحبني فعلا، في واحد يتغاشم ويقول لي سلبيات بشكل وحش بس يبقى بيحبني برضه. طيب انا دلوقتي تمام، انا دلوقتي عندي مش عندي يعني بتكلم مثلا لو انا بقيت ناضجه وكبيره وخلاص يعني خلاص ببتدي افهم كده واشوف الشخصيات اللي انا بتعامل معاها، لكن انت مثلا لو بتتعامل يعني انا برضو يعني انا لو بنتي مثلا بنتي عندها 21 سنه ولا 20 سنه وبتنبهر بالعلاقات دي، انا مفروض يعني اتدخل ازاي او ازاي نقدر نتدخل يعني نقول لهم يعني اوقات الشباب وهو صغير مش بيتعامى تماما، يعني البنات كمان بالذات لما بتحب بتقع خالص، فازاي اقدر انصح البنت اللي عندها 21 سنه دي او 20 سنه او لسه صغيره لسه داخله في علاقه جديده، ازاي انصحها وافتح لها عينيها عشان ما تنسقش وبعد كده تاخد الصدمه الهدر الجامد بقى اللي هو بيؤدي للصدمات النفسيه والعاطفيه الكبيره اللي ممكن ياثر على حياتها بعد كده. اي حد اي اب او اي ام لو قدم لبنته خصوصا الاب لو قدم لبنته حب جيد هي هتعرف تفرز الجيد من الصالح. لو هو عرفها ابوها عرفها هي مين، يعني كنت لسه بتكلم مع بنت من ساعتين تقريبا مشكلتها ان مامتها دايما تشكك في جمالها ودايما تشكك في شخصيتها ودايما تشكك فيها، فهي بتقول لي انا من كتر ما والدتي ووالدي شككوا في شكلي وطول الوقت بيقولوا على اختي هي الحلوه الجميله وانا البنت السمراء اللي مش حلوه، انا ما بقتش عارفه انا حلوه ولا لا. فلما يجي واحد ويقول لها انت حلوه هي هتتخض في الاول وهتقع على ركبها، يعني هتقع وهتتكعبل لان هي مش عارفه هي مين. وفي الاهل حكموا عليها وشربوها من صغرها ان في حاجه فيها ان هي مش كامله وان عندها مشاكل وان كويس قوي لو حد جه تقدم لك او حد حبك. فكل ما كانوا الاهل بيحبوا الاولاد وما بينتقدوهمش طول الوقت ومش بيكسروا مجاديفهم طول الوقت ومش طول الوقت بيقولوا حاجات صعبه للاولاد، الاولاد هيبقوا عارفين هم مين، عارفين ايه مميزاتهم وايه عيوبهم، عارفين ان هم اذكياء، عارفين ان هم محبوبين، عارفين انه مش لازم اتذل ومش لازم اتحايل علشان يصالحني. مش لازم لو الام طول الوقت تخصم ولادها بالساعات هتبقى عند البنت متربي احساس ان انا لازم اعتذر واتنازل جدا عشان اتحب. كل ما كانوا الولاد والبنات شبعانين ويقدروا اول لما حد يقول لها انت جميله جدا ما تتاثرش ما تقعش. طبعا هي من حقها ان حد يقول لها انت جميله جدا ويحبها، لكن لما يقول لها انت جميله جدا ويكون هو الوحيد بيبقى صعب جدا انكار عيوبه، ولو ابتدت تكتشف ان هو فيه مشاكل وان هو نرجسي مش هتقدر تخلع منه، لان هي عمرها ما سمعت وعمرها ما حد قال لها انت جميله او عمرها ما قال لها انت دمك خفيف. لكن لو والدتها مثلا طول الوقت بتضحك على الكلام اللي بتقوله لها،
طول الوقت بتشوف في عينين والدتها الفخر، بتشوف في عينين والدتها الاعجاب، بتشوف في عينين والدها الاعجاب، بتشوف في عيون اخواتها الاعجاب والحب والتقدير. كل ما كان نسبه ان هي تتعرض للخداع من الشخص النرجسي اقل. تمام. دايما النرجسي بيختار الشخصيات الجعانه حب، الشخصيات اللي جعانه قبول، الشخصيات اللي عمره ما حد قال له انت كويس. عارف يا دكتور، يعني انا دلوقتي يعني بشوف مشاكل كتيره قوي قوي لبنات صغيره للاسف الشديد بيبقى سهل قوي قوي ان هي تعمل علاقات مع اي حد، ورغم ان السن صغير جدا، بس لمجرد ان هي مش واخده الحنان الكافي من الاسره. طب انا دلوقتي البنات دي بتتعرض لخطوره شديده جدا، لان بنيجي نرجع بعد كده بنقول البنات بتتخطف والبنات بيحصل فيها وبنات مش عارفه ايه وبنات ايه، بس البنات دي فعلا بتبقى مش شاربه حنيه من الاسره بطريقه كافيه. انا بوجه رسالتي يعني من خلال الحلقه النهارده لكل القدام اللي عارفين ان الولاد عندهم في الخدمه، يعني انا بقول الولاد لان هم سنهم بيبقى صغير كمان، انا بتكلم عن السن الصغير بشكل خاص، ان انتوا لازم تهتموا بان انتوا تبقوا حنينين على المغضوبين بتاعتكم، ترعوهم، يبقوا شايفين ان هم غاليين في عينكم حتى لو مش شاطرين، حتى لو انتوا شايفين ان هم مش ملتزمين ومش ولاد ربنا قوي وبيطلعوا في الشارع، اللي بيشرب سجاير او اللي بيقعد على القهوه او اللي بتقعد مع اصحابها بتخرج واللي بشكلها لبسائي، لازم يحسوا بحنيه من الكنيسه. دي مسؤوليه خطيره جدا، لان البنات دي اللي بتقع حظها او الولاد اللي بيقع حظهم في وسط اسره ما فيهاش حنيه بجد بيبقوا فريسه يعني سهله جدا 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 للنرجسيين دول وللناس اللي عندهم امراض نفسيه وفعلا يعني بيعانوا اكتر من المعاناه اللي هم بيبقوا بيعانوها في حياتهم. يعني للاسف بيدوقوا حته سكر وبيعتبروا ان السكر ده في الاخر يعني بعد كده بيتحول فعلا لسم يعني بيدمر حياتهم. وانا شفت وما زلت بسمع وما زلت اعرف احد القضايا المشهوره يعني اللي لسه في المحاكم دلوقتي، كان حد بيستغل البنات اللي عندهم مشاكل في الاسر وبيجمعهم حواليه وبيجذبهم، اللي بيعمل فيهم افعال غريبه جدا جدا جدا، وهم افعال تبدو غريبه للشخص اللي معدي في الشارع اللي هو ما يفهمش اي حاجه، وكان بيعمل فيهم افعال غريبه جدا، ولكن هم ما كانوش قادرين يشوفوا رغم انهم حاسين ان في حاجه غلط من كتر القهر اللي كان في الاسره، ومن كتر ما هم خايفين يطلعوا بره هذا الشخص اللي يدعي انه خادم ويرجعوا للاسره تاني حيث الدمار الشامل. ولما عاندوا من كتر الوجع اللي ليهم في الاسره، لما عاندوا وراحوا لهذا الشخص ما كانش بسهوله ان هم يرجعوا تاني، لانهم كانوا عارفين لو رجعوا هينالوا عقاب شديد ان هم يستغيثوا او يرجعوا او كده، وبالتالي هم لجأوا الان للقضاء. ف يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتبين قد ايه انه لو الشخص يعني ما انتبهش يعني طول الوقت حافظ على نفسك من الجوع. اوكي دكتور، دلوقتي انا عندي نموذجين اعرفهم شخصيا انه للزوج والزوجه النرجسيه. زوجة يعني متسلطة جدا 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 بشكل غير طبيعي، منعت نفسها تماما عن الزوج، خسرته كل ما يملك، كرهت ولاده فيه، عيشته بشكل يعني تملكته بشكل غير طبيعي، وكمان رفضته وعملت اسقاط على كل اللي حصل في حياتهم مثلا من خساره من اي حاجه عليه هو. وفي نفس الوقت معايا نموذج تاني لزوجه اتهانت واتضربت واتاذت يعني نفسيا وبدنيا كتير جدا، اتاذت كمان، كان يعني انا اسفه من كتر يعني النرجسي اللي هي الشخص، ان انا مش عايزه ان انا اقول او اشخص ان هو نرجسي، بس الشخص اللي كانت عايشه معاه دوت او جوزها كان عنده يعني كان وصل لمرحله ان هو بيقيم علاقات قدامها، وهي كانت متحمله ده بحجه ان هي ما تهدمش البيت. عندي نموذج ده وعندي نموذج دوت، والنموذج للاسف جدا ان انا عشت المعاناه الثانيه دي اللي هي بتاعت الزوجه دي، كانت صديقتي، ان هي بعد كل المعاناه اللي عانتها في حياتها هي سابته لفترة طويلة، يعني عرفت تتخلص منه لفترة طويلة، بس اكتشفت من فترة قريبة جدا ان هي رجعت له تاني بعد 12 سنة، اللي هو
يعني ازاي بعد كل اللي حصل ده؟ ماشي، يبقى اولا الشخص الضعيف المهمش ده شخص غريب عن المجتمع جدا، لان المجتمع بطبيعته بيهمش الست نتيجه لظروف كتير اقتصاديه واجتماعيه، ولكن ان هو يسمح بده ده مش طبيعي. وغالبا هو ده لو دخل في علاقه تانية هيبقى اعتمادي، فغالبا هو عنده حاجات اعتماديه كتير وعنده استعداد ان هو ان زوجته تسيطر بهذه الطريقه. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انا اقدر اكرهك في نفسك لمده دقائق، لكن لو كرهتك في نفسك في اكتر من دقائق يبقى انت مصدق ده، وانت مقرر ان انت تكره نفسك، وانت مقرر ان انت تفكر بشكل خاطئ في نفسك. فمحدش بيكره نفسه صدفه، اي حد بيكره نفسه بيبقى عن عمد، بيبقى عن استسهال. فغالبا الزوج الاولاني اللي حضرتك تحكي عنه ده دخل بشكل قوي جدا في علاقه في طريقه اعتماديه سمحت للزوج انها تسيطر. فرايي ما ينفعش الزوج ان هي تكره الولاد في ابوهم الا لو فعلا الولاد عندهم وعي كبير. فلو حسوا ان ابوهم كويس فعلا وبيحبهم مستحيل مهما لو الام اتشقلبت يكرهوا ابوه. لا تاني 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 الحته دي تاني معلش، لو الاب بيحبهم يعني فعلا، لو الاب بيحبهم وبيجتهد ان هو يتواصل معاهم وبيستقتل علشان يكون علاقه طيبه معاهم ويحبهم ويضحي عشانهم، عمر ما الام تقدر تكرهه. فالاب اللي بيتلكك انت كرهتيهم فيا طول الوقت، لا انتوا الولاد عندهم وعي كويس قوي، بيميزوا كويس قوي في سن معين، بيبتدوا يميزوا ايه ده بابا بيحبنا، بابا بيحاول لكن ماما عنيفه وماما بتحاول. انا سمعتها كتير من ناس على والدهم ووالدته، اللي احنا فاكرين ان الولاد والبنات مش واخدين بالهم، زي بالظبط لما اخد ابني الملاهي وبعد ما اخده طول اليوم في الملاهي يتضايق ويزعق وكده، وانا ما لعبتش في اللعبه الفلانيه، واحس ان بعد ما تعبت طول اليوم يعني هو معترض يعني طول الوقت متضايق يعني، فحس ان انا تعبت على الفاضي وان انا ضيعت اليوم على الفاضي. ولكن تمر الايام والسنين وتلاقيه فاكر كويس قوي ان انت في اليوم الفلاني خدت اجازه صح، عشان توديه المكان الفلاني. فاحنا فاكرين ان الولاد بيعدوا المواقف، ولكن الولاد فاكرين كل المواقف بشكل غير جدا، ولكن احنا اللي بنتناسى او بننسى، وده بيأثر جدا على مزاجنا وبيخلينا ننسحب اكتر، او هو كان زوج منسحب وعايز يدي مبرر لنفسه انه منسحب فبيقول هي كرهت الولاد فيا. ولكن انا شايف ان ده حق من حقوقك، ما ينفعش تسيبه. حتى يعني في بعض الحالات المطلقين الام بتضغط ومش بتخلي الولاد يشوفوه، لكن في عصر الميديا وعصر السوشيال ميديا احنا ما تقدر يعني تقدر توصل لاولادك باي طريقه. ودايما بقول ان ما تقلقش ان الولاد دايما بيدوروا على اب، ما تقلقيش دايما الولاد هيدوروا على ام. فلو الاب كرههم فيكي او الام كرهتهم فيك، دايما الولاد هيدوروا عليك، لان هم محتاجين اب جواهم. ده احتياج طبيعي فطري اساسي، مهما هم قسيوا هم محتاجين لك. كونك بقى انكرت الاحتياج ده وما صدقتوش، ده علشان استسهال. دي مشكله فيك انت بالظبط، مشكله فيك انت طبعا، مع الفارق يعني في كل حكايه. لكن ده اللي انا بشوفه كتير الحقيقه، اللي انا بشوفه كتير ان هو بيبقى مطنش تماما، منسحب تماما، والدنيا بتبقى صعبه خالص. اصل المشكله ان علاقه الاب بولاده مش علاقه زي شريكه في الشغل، زي صاحبه في العمل، ولا لا ده علاقه، ده هي دي الحياه. يعني انت لو اتنازلت عنها فانت بتنازل عن حياتك. فكره ان انت بسهوله شديده كده فانت هتتنازل عن اي حاجه موجوده في حياتك كويسه بسهوله شديده برضو. ف يعني هي حاجه خطيره جدا، وفعلا يعني لفت نظري ان المشكله عنده هو، مش مشكله عندها هي بس لو هي زوجه نرجسيه. يعني هي لو زوجه نرجسيه فانت قابلت في ناس ما بيفهموش، في زوجات صعبين، بس في رايي ان معظم العلاقات اللي انا بشوفها المسؤول فيها الطرفين. ولكن في زوجات صعبين، في ازواج صعبين طبعا، يعني صعب مستحيل العيش معاهم. انا شفت ده كتير، ولكن في الاغلب بيبقى هو متنازل ومنسحب بشكل ما. انا لسه برضو في مشكله تانية لسه سامعاها من حد، انه برضو هو بسهوله شديده يعني بعد عن البيت وتخلص عشان زوجته عصبيه، وعشان زوجته متسلطه، وعشان زوجته استغلال، اللي هي يعني هنقول نشخصها تشخيصا يعني ان هي نرجسيه ومشى. فانا يعني ببساطه شديده قلت له انا اسفه لو بقول لك ان انت اناني. فهو زعل مني، اناني ومنسحب. في ناس بتحب ليه؟ طب انت نفدت بجلدك، انت نفدت بجلدك وسبت عيالك. يعني
المشكله انت مشيت وانقذت نفسك من الوجع الدماغ والالم النفسي ومش واخد حق راحتي ومش واخد حقي وي وي وي. طب والعيال دول ايه؟ ويبرر لنفسه انه يدخل في علاقه ثانيه او يعرف حد ثاني او بالزبط. يسافر او يشتغل او ينهك نفسه في شغله، لكن في النهايه الولاد بتتظلم فعلا، وهو بيتظلم لان هو يعني هو لما يتحرم من ولاده هو خسران، بس هو مش واخد باله. فهو مهما كانت الزوجه قاسيه بس دي ام ولادي، انا اقدر اهندلها اكسبها، يعني زي ما الكتاب بيقول كن مراضيا لخصبك سريعا ما دمت معها في الطريق. فما دمت معها في الطريق، ما دام في مسؤوليه وفي اولاد وانت اللي اخترت، يبقى تتحمل مسؤوليه اختيار، تحمل مسؤوليه اختيار. فما تهربش بالمسؤوليه بان انت تهرب وطول الوقت تهرب، لا تحمل مسؤوليه اختيارك وتحمل ان ده جزء كبير قوي من اللي مطلوب منه انجازه. تمام. انا بس عايزه اكد على نقطه معاك يا دكتور، ان يا جماعه مش سهل نمشي ونسيب كل حاجه ورانا، ان دي حياتنا، فلازم نحاول نصلح. مش خلاص هو ده نرجسي فانا طب وتشخص نرجسي فانا خلاص اسيبه مع السلامه والبيت يتهدم والحياه تبوظ بالمنظر ده. مش عارفه، هو كل حاله ليها زي، يعني مش عايزه اتكلم ان هو ان احنا نعمل ندي يعني نعمم، بس هي فعلا مشكلة كبيرة جدا. يعني انا المشكلة المجتمع بقى بيسهل جدا الانفصال كفكرة، ويقول لك خلاص انا مش قادر اعيش معاها وانا مش قادر. زي كان في حد امبارح بيقول لي ان انا بقيت اعامل مراتي زي شخص عندها مشكلة في الذكاء او شخص عندها منغوليزم، وان هي ده مش هيتصلح خالص، يعني عندها مشكلة وراثية فمش هتتصلح وخلاص، ان هي متصلبة الرأي يعني او واتيفر المشكلة. فقال لي انا خلاص اعتبرت ان هي دي المشكله وهتفضل نفس المشكله طول الوقت. قلت له ازاي يعني بقى له سنتين او ثلاثه خلاص هو عايشين مع بعض وكل حاجه بيتواصلوا وكل حاجه، بس هو ابتدى ييأس من تغييرها وينسحب ويستسهل التغيير يستسهل الانسحاب. فالجواز محتاج صراع ومحتاج حرب ومحتاج حب ومحتاج تضحيه ومحتاج بذل ومحتاج تغيير ومحتاج مراجعه ومحتاج الانسحاب. مش سهل، المجتمع بقى بيسهل ويبين انه ده مش ده احسن ما يشوفونا الولاد يشوفونا بيتخانقوا طول اليوم. طب ما تحاولوا تحلوا المشاكل، يعني ماشي ما تتخانقوش طول اليوم، اتخانقوا بره اتجمعوا في مكان واتخانقوا، لكن 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 مش الحل هو الانسحاب. للاسف المجتمع والسوشيال ميديا بقى بيسهلوا، وايه يعني ننسحب وايه يعني نتطلق وايه يعني، والموضوع فعلا بيطير فيه الاب كتير قوي يعني بلغتنا للاسف الشديد. طيب انا برضو تاني عن الزوجة النرجسية والزوج النرجسي، ازاي ممكن اقدر اتعايش معاه؟ ازاي اقدر اتعايش مع زوج نرجسي؟ وازاي اقدر اتعايش لو انا راجل اتعايش مع الزوجة النرجسية؟ ازاي اقدر اتعامل معاهم وابقى ما دخلش زي ما قلنا المرة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت، ما دخلش يعني ما خلوش يأذيني من جوه، بس اعرف اتعامل معاه من بره، رغم طبعا ان هو حياتي واكيد هيفرق معايا جدا، واتمنى ان هو كنت اتمنى مثلا ان هو يبقى حد كويس. اكيد كل زوجه يعني حظها وقع في حد نرجسي، هي كانت تتمنى ان هي يبقى حد كويس، بس خلاص ده نصيب زي ما بنقول يعني. فازاي تتعايش وازاي هو يتعايش مع الاخر النرجسي؟ بصي انا معترض مع كلمه نصيب، ده اختيارها وهي لابد ان تتحمل مسؤوليه اختيارها. فده اولا، انا اخترت وعليا ان اتحمل مسؤوليتي. انا جبت لاولادي اب انا بشخصه نرجسي، بس انا اللي جبته لاولادي، انا خليت ولادي ودي مسؤوليتي ودي غلطتي، فانا عليا ان انا اصلحها. تاني حاجه، انا في رايي كل النرجسيين اللي اتبنوا نرجسيين في البيوت اتبنوا على حطام سيدات او زوجات اعتماديه، مش 100% ولكن 95 96% اتبنوا على شخصيات عندها استعداد للخنوع، عندها استعداد للانسحاب، عندها استعداد زي الراجل اللي حضرتك وصفتي عنه. ولكن لو هو نرجسي اقدر اتجنب اذاه واقدر اتجنب شره من غير ما ضايقه او من غير ما اجنبه من غير ما ابعده عن الولاد. في امهات لما بتكتشف ان الاب او بتشخص او بتتوقع ان الاب نرجسي بتبتدي تعبير عن الولاد، الولاد ممكن يحننوا قلبه ابتدوا، الا بقى لو الاب مؤذي فعلا للاولاد مثلا، عد وصل لمرحله الاضطراب، يعني اللي هو مش مجرد تشخيص نرجسي عادي، لا هو في درجات اكيد في النرجسيه. يعني لو هو نرجسي شديد، لو هو نرجسي بشكل قوي جدا وواضح،
حتى وجود الولاد ممكن يحن القلب وممكن يغيره في يوم من الايام، الا لو بيأذيهم طول الوقت بكومنتات، فلابد من وقفه برضه، بكومنتات عنيفه ان هو بيجبرهم على وضع معين، بيهزقهم، بيطفش على رئيسهم. لا، هي اللي انا اعرفه ان بيبقى في نوع من التفرقه بين الاولاد، يعني لما يبقى في حد نرجسي زوج او زوجه بيفرق في المحبه ما بين الاولاد، وبيطلع يعني بيخلي الموضوع ده بيبقى بيعمل الم نفسي كبير جدا جدا. ساعتها انا بقول لما حد بيجي لي ابن وباباه بيفرق، بقول له ما دام بيفرق يبقى ما بيحبكوش انتوا الاثنين، فما تتضايقش قوي. ما دام بيفرق ما بيعرفش يحب، لان بيعرف يحب ما بيفرقش. صح. ما دام بيفرق يبقى ما بيعرفش يحب، فما تتضايقش قوي، لانه غالبا حبه ليه ده حب مريض وعلاقه مريضه، فما تتضايقش قوي، لانه ما دام بيفرق يبقى ما بيعرفش يحب. فطبعا ساعتها هنا ننفصل ونبعد. لو هو مؤذي بشكل واضح، لو انا عندي بنات واكتشفت ان الزوج او الاب يعني بيتحرش ببنات، وساعتها مفيش اوبشن، مفيش نقاش ومفيش مبرر يبرر ان احنا نستحمله ونتعالج، لا خلاص احنا نبعد عنه وبعدين نتعالج وبعدين نشوف يجي يزورنا ولا لا، لكن يستحسن ان احنا نعيش معاه. ولكن وده مش بيبقى حاجات تانية جنب النرجسي يعني، ولكن النرجسي دايما يتعامل من توب اعتمادي، ويتعامل دايما من توب الانسحاب والتضحيه الزياده والرعايه المفرطه. فبنقول للسيدات في بدايه الجواز ما تضحيش بزياده، وبرده يعني ما تتمرديش بزياده، علشان التمرد ممكن يخلق برده منه شخصيه نرجسيه. ضحي لكن مش بزياده، تعاوني لكن مش بزياده، ما تتنازليش قوي عن حقوقك في الاول، حقوق مهمه زي الشغل. طبعا لو في اولاد يعني نفاضل مين اللي مرتبه اكتر، مين اللي يقعد بالاولاد. ولكن حتى في المجتمع الغربي، حتى لو في اوروبا في امريكا، نشوف مين اللي عنده قدره ماديه اكتر وهو اللي ينزل الشغل، والتاني اللي يقعد في البيت بالاولاد. فالموضوع يعني محتاج تضحيات وبذل يومي ومسؤوليه يوميه علشان العلاقه تتصلح. في ناس كتير بتقارن، يقول لك زوجها بيوصلها الشغل وانا زوجي ما بيعبرنيش، بيجي متاخر، بيهني، بيضايقني قدام الناس. فالمقارنه برضه مرفوضه، لانه ممكن زوجها دلوقتي كويس بكره يخونها، وزوجي دلوقتي وحش وبكره يتحسن. فالمقارنه مرفوضه، المقارنه بتعمل مشاكل كتيره قوي. لو انا بقارن زوجي بعصبيته بزوج تاني، انا ما شفتش الزوج تاني في اوحش حالاته. دي نقطة مهمة قوي يا دكتور، بجد دي نقطة مهمة قوي، أنا نفسي أقولها وأتك عليها جامد جدا، وحط تحتها 100,000 خط يا جماعة، أو لكل الناس اللي بتشوف. لو خلاص يعني مش بقول في بداية علاقة كحبيب أو كده، واكتشفنا إن هو شخصيته صعبة، مش هقول نرجسي، بس شخصية ما أقدرش أعيشها، وأنا يعني ما تقدرش تكمل معايا الحياة وأنا أكمل في العلاقة دي، ده طبعا غلط جدا. بس خلاص إحنا اتجوزنا وده نصيبنا، على الأقل ما يبقاش في دماغي كده دايما ان الدكتور، ودي فعلا انا بامانه بقولها من واقع الحياه اللي انا عارفاه يعني عشتها، ومن المشاكل اللي بسمعها. يعني مثلا الزوج مثلا بيشتكي من مراته ان هي انه ساب لها البيت ده وساب ولاده وكده، انا بتناقش معاه بقول له هي بتزعلك في ايه؟ اصل هي بتزعق، اصل هي بتعمل، اصل هي. قلت له طب ما انا بعمل كده، وانا بعمل كده، وفلانه بتعمل كده، وكل الامهات بتعمل كده. المشكله دكتور ان احنا عندنا دماغ او كونسبت كده في دماغنا ان كل اي راجل غير جوزي فهو اكيد فيه صفات احسن حاجه، والرجاله نفس الحكايه، اي واحده غير مراتي فهي فيها احسن، اكيد احسن من مراتي. في بعض الناس بيبقى عندهم الفكر ده، وعشان كده دايما بيبقوا مش راضيين. واعتقد ان دي من احد صفات الشخصيه النرجسيه، ان هو ما بيرضاش عن الشخص اللي معاه، ودايما شايف ان هو يستاهل احسن، وشايف ان هو ممكن يكون مع حد افضل. صح ولا غلط؟ بالظبط، هو دايما بيبقى طول الوقت بيقارن، طول الوقت بيدافع، طول الوقت بيعمل حاجات مش مظبوطه، ولكن برضه وبيكررها في نفسها. انا قلت في الاول الحلقه خالص انه هو اهم حاجه بيعملها النرجسيه ان هو بيبتدي يقلل منها ويبتدي يكررها في نفسها. ولو هي ما عندهاش خلفيه كويسه من صورتها عن نفسها ورأيها في نفسها وحب أهلها ليها والباك جراوند، حب الخدام ليها، في ناس كتير من كتر ما سمعوا كلام سلبي من الخدام هم صغيرين، من كتر ما حسوا إن هم وحشين، لما قال لهم زوجهم أو زوجتهم قالت لهم أنتوا وحشين، يعني ما صدقوا. في حاجة تانية، إن المجتمع أحيانا بيفرق شخص كويس شخص وحش، شخص
المجتمع المسيحي، يعني شخص خاطئ وشخص قديس. فده بيخلي لو زوج مثلا بيشرب مخدرات، فهو في حكم المجتمع او في حكم الكنيسة او في حكم، هو شخص خاطئ او شخص بعيد عن ربنا. فده بيخلي زوجته طول الوقت تتهمه وتصمه ببعض الوصم، فبيخليه حاسس بالرفض من المجتمع اللي هي تنتمي له، او حاسس بالرفض من ربنا، او حاسس ان هو ما عندوش فرصه للتوبه والخلاص. طبعا هو محتاج يتعالج، بس قصدي انه لما بنوصف ونصنف الاشخاص كنسيا او روحيا ان ده خاطي وده قديس ودي وحشه ودي اخلاقها وحشه ودي عملت خطيئه للموت ودي عملت خطيئه ليست للموت، وبنبتدي نبقى قضاة على بعض، ونبتدي نحاكم بعض ونصنف بعض ونبتدي نحط بعض في كاتيجوريز روحيه، ده بيخلي الشخص عرضه انه لما زوجه يقول له انت وحش خلاص وانا وحش، ما المجتمع والكنيسه واب الاعتراف قالوا لي ان انا وحش قوي وان انا ما استحقش ان انا ادخل الكنيسه ولا ان انا اتناول. ساعتها لما بتحس بالرفض بتبتدي ان هي تصدق، لو زوجها نرجسي تصدق. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن يبقى الزوج متدين جدا ونرجسي، متدين ظاهريا جدا ونرجسي، فلما الكنيسه تقول لها انت وحشه وانت خاطيه وانت مذنبه وزوجها نرجسي، هيبقى صعب جدا الخروج من الدايره دي. صح، فاحنا بنبقى بنقضي عليها من كل حاجه. ف يعني ساعتها مش بتلاقي غير الاولاد تطلع بيهم، وساعتها كمان ممكن يقصوا عليها المجتمع ويحرمها من الولاد، فتبقى هي خسرت كل حاجه. طيب صعب جدا الرجوع وصعب جدا التغيير. طيب حاجه اخيره عشان عارفه ان وقت حضرتك خلاص خلص ومحتاج يعني تسيبنا، حاجه اخيره بس، لو انا بكتشف ان ابني طالع نرجسي او في مشكله، يعني مثلا فلنفرض مثلا في ناس مثلا تقول لك من اول 5 سنين ان ابني نرجسي، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس افرض ان هو خلاص هو اصلا التشخيص ما ينفعش قبل 21 سنه. طيب ده حاجه حلوه قوي، يبقى اول حاجه عرفتها منك ما ينفعش نشخص اولادنا. ما ينفعش نشخص اولادنا اصلا، يعني الدكتور هو اللي بيشخص، لكن حتى الدكتور ما يقدرش يشخص اضطراب شخصيه قبل 21 سنه لان لسه ما اكتملتش اصلا قبل 21 سنه. طيب حلو، فما نقدرش نشخص قبل 21 سنه. طب ازاي احمي ابني من ان انا اطلعه نرجسي؟ دي نقطه مهمه جدا. اولا لو هو في بعض الصفات القويه وانا متغاظ من ابوه، ما احكمش عليه ان هو شبه ابوه. يقول لك الواد ده نرجسي طالع لابوه، نرجسي طالع لابوه، انت كده بتعلميه الرفض وبتعلميه يبقى نرجسي فعلا طالع لابوه، ودي ام قالتها لي فعلا، قالت لي الواد ده نرجسي طالع لابوه. ف يعني اولا ما احكمش عليه، ما فيش حاجه اسمها ده طالع لامه وطالع لابوه وطالع لجدته وطالع لجده وطالع لخالته وطالع لعمه، انت طالع قاسي زي ابوك، انت طالع لعماتك دايما، متمردة بالظبط، طالع متمرده، طالع متمرد زي امك، وانت انت انت مش بتحبني زي امك وانت بتحبيني زي ابوكي. يعني الكلام ده اولا ده من اخطر ما يكون، لان ده بيخليه امه ما بتحبوش، فده وارد ان هو ده يخليه اصلا في حد ذاته يجيب له مشاكل كتير. تاني حاجه ان انا اعلمه ازاي ياخد حقه واحبه. هو النرجسي ده مفتقد للحب، هو وقع في غرامه الاناني لانه مفتقد للحب، فانا لو حبيت ابني كويس عمره ما هيطلع نرجسي. اعلمه الصح والغلط، اعلمه يعترف بغلطه من غير ما يخاف، اعلمه عدم التلاعب، ما يكذبش خالص، صحي الضمير جواه، لان مهم جدا يبقى عنده ضمير، ضميره عشان يبقى عنده ضمير حي مش ضمير متدين فقط على الظاهري. يعني ان انا اعلمه ازاي محبه وازاي يحب الناس وازاي يقبلهم، اعلمه ازاي ما يبقاش بارانويد، ما يبقاش شكاك في الناس، واقبل الناس في بيتي، واعلمه ازاي يستقبل صحابه في بيته عادي، اعلمه ازاي انه يخرج يجازف ويغامر، اعلمه المجازفه، اعلمه العلاقات اهم من المذاكره احيانا، اعلمه ازاي انه يدي لاصحابه، واعلمه مش مثلا انت اديت سندوتشاتك لاصحابك ليه؟ ما ينفعش تدي، اعلمه الحب والعطاء، اعلمه ازاي يبقى في حاجه بيهتم بيها زي شجره زي كلب زي يهتم، يبقى عنده اوبجكت، عنده اخر في حياته، ما يبقاش اناني، ما يبقاش طول الوقت عايز الموبايل، عايز الفيديو جيمز، ما يبقاش اناني، ما يبقاش متعته. اعلمه ياجل اللذه، لانه كل ما ياجل اللذه كل ما كانش يبقى همه نفسه انانيته. اعلمه يختلط ببنات لو هو ولد او بنت، لان هو ولد عشان يعرف يعني ايه بنت، فما يبقاش محروم وما يبقاش عرضه لزوجه نرجسيه، وعلمها يعني ايه ولاد عشان ما يبقاش اول راجل في حياتها هي الراجل اللي بتتجوزه فتغلط وتلبس في الحيط، يعني ان هي تبقى اول راجل وتبقى خام جدا ما تعرفش يعني ايه حاجه، فهي قال لها كلام حلو في الاول بقى كويس
حب ست شهور خطوبه، حب جواز، حب خلفه، وبعدين اكتشفت عنه بلاوي. ودي بتحصل كتير جدا بسبب سذاجه وبراءه زياده عن اللزوم بتاعه البنات اللي بتخليها ما تعرفش يعني ايه راجل غير بعد الجواز. اوكي، انا للاسف الشديد وقت، انا عارفه ان وقتك مرتبط بمواعيد تانية، فانا بشكرك جدا جدا لوجودك معايا النهارده، ولو اني برضو كان عندي اسئله كتير قوي بس دايما موجود معانا ترد على اسئلتنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مينا جورجي، اخصائي طب نفسي وعلاج الادمان. بشكرك لوجودك معانا وبشكرك على وقتك وخدمتك. شكرا. مشاهدينا خليني اكمل يعني اختم حلقتنا النهارده واكمل على كلام الدكتور واقول شويه حاجات كده برضو انا كنت محضراها لموضوع النهارده. الام عليها دور كبير جدا جدا في تربيه ولادها، ومسؤوليه كبيره في تربيه ولادها. حتى لو الزوج نرجسي، حتى لو الزوج فيه صفات ايه، الزوجه هو ربنا خالقها كده، هو ربنا خالق مهامها الاساسيه ان هي تربي. فلو حظك طلع ان انت اخدتي زوج نرجسي، انت تقدري تشكلي في ولادك. تقدري تشكلي في ولادك ازاي؟ اول حاجه تبقي عارفه بتقدري نفسك كويس قوي، وعارفه تعملي لنفسك انا عارفه ان الكلام سهل، انا بامانه متاكده ان الناس كتير بتتكلم، وعارفه ان مفيش اسهل من الكلام، بس انا بتكلم برضو من واقع الحياه مش كلام وخلاص. انت تقدري رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب تحققي نجاح في حياتك، وتقدري تعملي الحاجز، تعملي حاجز ما بين التأثير اللي بيعمله فيكي الزوج النرجسي ده. انت على قد ما تقدري، على قد ما تقدري ما تدخليش تأثيره عليكي جوه، على قد ما تقدري. وعلى قد ما تقدري حاولي مع ولادك، حاولي تحافظي على ولادك، حاولي تحبي ولادك، حاولي تحتضني ولادك. طول ما انت بتحاولي وبتحاربي وما استسلمتيش، ربنا عمره 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 ما هيسيبك وهيبارك في زرعتك. ومش يعني حتى لو الاب دوت مهما زرع فيهم هتقدري انت تتخلصي من ده، وهتقدري تساعديهم ان هم ينموا. وعايزه اقول على نقطه مهمه برضو كانت المفروض اقولها في وسط الحلقه، ان ولادنا عندهم وعي كبير، يعني زي ما الدكتور قال، ودي نقطه خطيره جدا. يعني مهما كان انت اب شايف ان مراتك نرجسيه وظلمتك وكرهت ولادك فيك، فيجي يوم ولادك هيفهموا وهيستوعبوا زي ما الدكتور قال كده، هيستوعبوا مين اللي اعطانا، مين اللي كان بيحبنا بجد، ومين اللي وجعنا بان احنا ما نبقاش اسره، يعني اسره صحيحه، يعني يبقى الزوج والزوجه بيحب بعض بيعيش مع بعض بطريقه سليمه وبطريقه عاديه. ف الولاد عندهم وعي بكل حاجة. يعني أنا شخصيا بكتشف إن ولادي فاهمين حاجات أنا ما كنتش أستوعب إن هم، أنا يعني بتفاجأ إن أصل أنت حصل كذا من 15 سنة، يعني يبقى عنده أصلا 17 سنة وفاكر الحاجات من 15 سنة، اللي هو ليه إزاي بيفتكروا حاجات صغيرة جدا وتفاصيل صغيرة جدا جدا. فكل ما كنت أب برضو بتدي بحنية ومش مستني المقابل في وقته، مش مستني ان هم يحبوك عشان تحبهم، انت لازم تحبهم حتى لو هم مش بيحبوك، لازم تحبهم ولازم تديهم لان دي وظيفتك. والام نفس الحكاية، مش شرط ان حظك طلع في راجل صعب وحاجة يعني ما ينفعش تتعاشر، بس انت الولاد دول برضو ما لهمش ذنب ولازم تحاولي علشانهم. انا ما بقولش ان لازم نستحمل في مشاكل، ما ينفعش نعمم عموما، بس في مشاكل ما ينفعش خالص خالص فيها التعامل. يعني انا اي نو، انا عارفه ده كويس قوي، بس في حاجات تانية ممكن نقدر نتعامل معاها، مش ما نستسهلش. ودي نقطه خطيره برضو في الموضوع النهارده وباكد عليها على كلام الدكتور، ما نستسهلش. مش اسهل حاجه عندنا اللي احنا باي باي مع السلامه، واسهل حاجه عندنا ان احنا نكتئب وندخل او نسلم حياتنا وما يبقاش عندنا شخصيه. لازم يبقى عندنا شخصيه، ولازم نقول لا، لازم نفهم امتى نقول لا وامتى نقول اه، نفهم حياتنا صح. لازم نعرف ايه اللي بيشكل خطر على حياتنا وعلى حياه ولادنا، ولازم نعمل حدود ليها. كل حاجه ممكن نقدر نعملها على فكره، ربنا زي ما في مشاكل في الحياة، ربنا خلق ليها حلول، ربنا خلق لكل مشكلة حل، ولكل يعني شخصية ليها طريقة للتعامل. المشكلة ان احنا ندور ونحاول ونسعى لده.
بيعز عليا قوي برضو لما بشوف ستات كبروا قوي في السن وكان قضوا حياتهم مع شخص نرجسي وخلاص هم سلموا بالقدر، يعني ان هو دي حياتهم وهو سلب منهم كل فرحة وسلب منهم كل احساس بالحياة، ونلاقيهم خلاص الحياة باظت والحياة ضاعت. مهما كان سنك، مهما ان شاء الله تعيشي سنة مبسوطة، تعيشي سنة متحررة من فكرة ان انت عايشة مع حد متسلط عليكي، عيشيها عيشيها حتى لو مش هتقدري تنفصلي، عيشيها حتى بينك وبين نفسك. لازم انت من جواكي تبقي قادرة ان انت تتعاملي مع ده. من الحاجات المهمة جدا جدا مع شخصية نرجسية اللي انت ما تحسوش ابدا 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 ان انت ضعيفة، حتى لو انت ضعيفة ما تحسوش ابدا اللي انت خايفة حتى لو انت بتخافي. ودي من الحاجات اللي انا يعني دورت عليها، لقيت ان فكرة ان انت تحس اللي قدامك اللي انت خايف دي مهما كان بقى، سواء شخصية نرجسية شخصية عادية، هو الانسان بطبيعته يعني في الشر جواه، فلما بيحس ان حد ضعيف بيستضعفه اكتر، لما بيحس ان حد خايف بيخوفه اكتر، فالركة على الطرف اللي بيستوعب ده وبيستقبل ده. فلو انت عايزة تعيشي من غير مشاكل او عايزة تعيشي مرتاحة نفسيا، انت لازم تفكري او انت لازم تفكر ازاي تتعامل مع الاخر. انت ما تحسسوش انت خايف منه، ما تحسسوش بالرهبة دي، لان انت ده بيوصله. حتى لو انت خايف اضحك على نفسك، اضحكي على نفسك لغاية ما فعلا تصدقي ان انت قد الحاجة. ويمكن دي استراتيجية بيتم استخدامها في كتير قوي قوي من يعني الاشغال زي ما بيقولوا. يعني انا مثلا كمذيعة كتير قوي ممكن ابقى بخاف قدام الكاميرا، عادي ده في بداية حياتنا لازم نبقى خايفين، بس في وقت من الاوقات لازم نمثل اللي احنا مش خايفين لغاية ما فعلا نوصل اللي احنا ما نبقاش خايفين. يعني دي حاجات حيل ممكن نستخدمها في حياتنا تخلينا نقدر نتعايش مع الحياة. الحياة صعبة، الحياة فيها مشاكل كتيرة جدا، وفي ناس صعبة جدا جدا التعامل معاها وبتدينا صدمات وبتدينا فوق دماغنا، بس عايزين نكمل الحياة عشان ما نوصلش لمرحلة الانتحار، ما نوصلش لمرحلة ان الحياة تبوظ بينا. خلينا لازم طول الوقت نقاوم وطول الوقت ان احنا نحاول في حياتنا ان احنا نبقى قد الحياة. لازم يعني نبقى قدها، يا اما ما نبقاش موجودين، نبقى دايما متداس علينا. فخلينا احنا ولاد ربنا وبنات ربنا وبنات الاصول، خلينا نفكر طول الوقت الافضل لحياتنا ونحاول نسعى ليه. احنا بنطلب طبعا ايد ومشوره ربنا في الاول في الاخر. انا بشكركم جدا لوجودكم معايا النهارده في الحلقه، استنونا في حلقه جديده وبرنامج بنت الاصول.